السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. موضوعنا اليوم عن ترسب الأملاح داخل الأنظمة، خاصة الدست باكت. دائما الدست باكت عندما يكون تكتمل الجذور ويكون الدست باكت مليان بالجذور، دائما الأغلب أنه تترسب في الأملاح، وأعراض الأملاح هو زي هذه الطريقة، يعني تيبس الأطراف، دائما تيبس الأطراف. هذا الدليل على أنه موجود عندك ترسب أملاح فوق اللازم وفوق حاجة النبات. الحين هذا طبعا هذا التيبس صار تقريبا قبل 20 يوم وحلينا مشكلته. اليوم اللي بناخذ إن شاء الله عينة وبنشوف نسبة الأملاح والترسبات كم صارت. قبل 15 إلى 20 يوم كان نسبة الأملاح تقريبا 3360. راح أخذ عينة الحين ونشوف نسبة الأملاح فيه، هل إلى ما زال الترسب موجود ولا لا. وقبل يومين لاحظت عندي في هذا النظام ترسب أملاح، خاصة الطماط الشيري، فأخذت الأجراءات اللازمة. راح أخذ إن شاء الله النظام هذاك، راح أخذ إن شاء الله الأملاح، بأخذ عينة منه وبأخذ عينة من هذا النظام. خلينا نأخذ عينة من الدست باكت على أساس إن نشوف نسبة الأملاح فيه. طريقته أحط أي كوب أو كاس تحت وبعدين أرفع الدست باكت، نخليه يطلع المحاليل. إذا حصلت أنه فيه ماء أو فيه محاليل وباقي على الفترة تقريبا فترة الري تقريبا ساعتين ثلاث ساعات، وكانت النسبة اللي طالع منها بهذه النسبة، معناته انه عندك الري سليم. خلونا نشوف الحين العينة هذه نشوف كم صارت. صارت 2430 تقريبا، يعني معناته عندنا الأملاح فيها زيادة. الحين الحين بوريكم شلون طريقة التخلص من هذه الأملاح. في طبعا عدة طرق راح إن شاء الله راح نطرق لها إن شاء الله كلها. الطريقة الأولى إذا صارت عندك نسبة الأملاح يعني مهي زايدة مرة، نجيب اول شيء ناخذ البي اتش. ما اخذنا البي اتش، خلونا ناخذ البي اتش. البيج تقريبا 7.1. راح الحين نخلي داخل الخزان نخليه 5.5. الحين بالطريقة هذه نطلع جميع المحاليل داخل النظام، نطلعهم برا، وبعدين نفك الراجع. هذا ماسورة الراجع، هذه الحين فكيناه. الحين راح نجيب طبعا في عدة أمور أو عدة طرق. الطريقة الأولى هي إنك تجيب اللي وتبدأ ترش من فوق البرلايت بهذا الشكل، ترش باللي الموجود. طبعا اللي البيت معروف إنه فيه كلور ومضر ممكن على النبات، لكن انه الضرر الترسب الأملاح اكثر من الكلور الموجود مياه المنازل. راح نجيب اللي ونشوف شلون طريقته. هذه الطريقة طبعا
إذا في حالة زيادة الأملاح بأملاح زيادة. أما إذا كانت أملاح زيادها بسيط يجب أنك تحط داخل الخزان ماء، طبعا توخر المحاليل وتحط ماء داخل الخزان لمدة يومين. طبعا إذا كان عندك الخزان حقك كبير مرة لا تعبيه، عب حق يومين بس فقط، ماء حق يومين، بعده تفرغ الماء، تفرغ الماء داخل الخزان وتعبي مرة ثانية بمحاليل. لأنه إذا زدت أكثر من 3 أيام احتمال يصير عندك نقص بالعناصر، فلذلك تجنبا للمشاكل والنقص العناصر خلى الماء يشتغل يومين فقط وبعدين يطلع برا ويبدل. طبعا الحين تشوفون الحين الماء طلع الحين رايح للصرف، يتجه للصرف. هذه الطريقة نعبيها بهذا الشكل. طبعا الماء ماء البيت دائما استخدمه هذه، ولا في ضرر على النبات. الضرر بيكون ضرره بسيط، أبسط من أن يكون ترسب الأملاح فوق اللازم. هذه الطريقة. طبعا شلون اخليه تطلع الاملاح؟ لازم اخلي الماء يطلع الى فوق. طبعا انا بشيل الراس هذا على اساس انه يصير الماء اقوى، وقت اقوى من الراس. هذا الراس مخليه الماء ضعيف. الحين فكيت الراس، الحين انا الحين هذه الطريقة. وبعدين خليك في نهاية الدش باكت او ببداية الدش باكت، لانه اللي هو المخرج في اخر الدش باكت. فهذه الطريقة الحين تخلصنا من الأملاح. الحين شوفوا الحين الماء، شوف الماء الحين طلع فوق، شوفوا الحين زي المسبح صار. ننتقل للي بعده، وهذه الطريقة. تشوفون الحين الماء هناك طلعت جميع الأملاح المترسبة اللي هي انتهت مفعولة أو صلاحيته. الحين قلنا حنا نخلي الخزان 5.5. الحين إذا غسلنا النظام بالطريقة هذه، بالطريقة الري بالغمر، حتى انه يرتفع الماء فوق وبعدين يطلع على الصرف مع اللي هو ماسورة الراجع الى الصرف مباشرة، بس بشرط انه لا يرجع الى الخزان، يفصل مثل ما قلنا، يفصل من البداية من هناك. اذا سوينا هذه الطريقة خلاص نضيف المحاليل على طول مباشرة. الان انا شغال على المحاليل الفترة اللي كل اللي راحت، شغال على 1500، من 1500 الى 1700 بي بي ام في فصل الشتاء. احيانا اطلع مره واحده تقريبا يومين 3 أيام اطلع الى 2000 وبعدين ارجع الى 1500. هذا بالنسبه للشتاء. في الصيف النبات ما يحتاج زياده املاح، يحتاج الى ري اكثر من حاجته الى الاملاح. فلذلك ان شاء الله في الصيف راح اخلي الطماط من 1300 الى 1500. هذا بالنسبه للاملاح. الحين راح اركب الاملاح، راح ادخل الاملاح الى 1300 تقريبا الى 1500، وخلي الاملاح خلي البي اتش عفوا خلي 5.5. 5.5 داخل الخزان، وهنا 7 تقريبا فاصلة واحد، مع اختلاط الاثنين مع سوا. اذا اختلطوا راح يصير المعدل تقريبا 6، فوق الستة تقريبا. هذا بالنسبة للتجربة هذه. في التجربة الثانية، الحين التجربة الثانية اللي هي نظام اللي هو البامية. نظام البامية أخذت له فحص طلع 1000. بما أنه طلع 1000 خلاص أنا أعبي الخزان، أعبي الخزان تقريبا ماء ماء خليه بس لمدة يومين، وبعدين أرجع أضيف المحاليل بتقريبا 800 بي بي ام، لأنه كنت أول شغال على 1250 1200. الحين لا، أبغى أنقص من 800 إلى 1000، بما أنه دخلنا على الصيف وقلنا الصيف حنا النبات بحاجة الري أو الماء أكثر من الأملاح. هذه طبعا هذا بالنسبة للبرنامج النظام هذا.
فيها النظام هذا برضو نفس الطريقة نبي نسويه مثل ما سوينا بالطماط لأنه نسبة الأملاح عنده زيادة. هذا نفس طريقة البامية، راح أضيف ماء بس فقط لمدة يومين وبعدين أطلع الماء السابق وأضيف عليه أضيف بداله محاليل، أطلعهم وأضيف محاليل جديدة. طيب طيب كيف حنا نسلم من كل هذه المشاكل؟ ما يصير عندنا غسيل دائما. الطريقة على أساس أنه ما يصير عندك مشاكل دائما، يفترض أن كل 30 يوم تخلي الخزان تعبيه ماء لمدة يومين. يعني إذا كان عندك خزان مثلا 3500 لتر مثلا، لا تعبي كله 3500 لتر تعبيه، لا عبوه مقدار ري لمدة يومين، بحيث أنه لو خلصت الري لمدة يومين وتنظفت النظام من من الأملاح وترسبات الأملاح، ترجع وتطلع الباقي المتبقي من الخزان اللي هو 3500، وبعدين تبدأ ترجع الأملاح كما كانت. بس مثل ما قلت لكم وتقللون نسبة الأملاح بما أنه دخل علينا الصيف. برضو هذا راح أخذ عينات منه وإن شاء الله أشوف طريقة التعامل معه. بس أهم شيء أنه إذا أضفته بطريقة الغمر راح يطلع البي اتش نفس بي اتش المنزل، فلذلك لازم يصير بالخزان 5.5 حتى وتستمر على 5.5 حتى تشوف الخزان بدأ يضبط روحه وبدأ يصل على 6 بي اتش. إذا ضبط على 6 بي اتش خلاص تبدأ ترجع وتضبط البي اتش على 6. هذه طريقته عشان تستسلم من جميع اللي هو جميع مشاكل الترسبات. بس أهم شيء إذا صار في الغمر أهم شيء يصير تفك الماسورة هذه بحيث أنه الأملاح تطلع خارج اللي هو النظام مع أساس أنه ما تنتج إلى الخزانات. هذا أهم شيء. إذا النظام هذا غمرناه بالماء غمرناه بالماء حتى أنه طفح فوق صار فوق الوسط الزراعي، قلنا أن نعبي الخزان على طول محاليل. أما إذا كان نسبة طلوع الأملاح تقريبا 300 إلى 500 إلى 600، لا نغسل النظام بس ولا نغسله ولا نحط ماء فوق البرلايت، بالعكس بس نحط داخل الخزان ماء تقريبا ماء بدون محاليل، بس يجب أن نضبط البي اتش على 6. هذا الطريقة عرفنا هذا أنه إذا غمرناه لازم نحط محاليل على طول مباشرة، وإذا ما غمرنا ولا غسلنا البرلايت على طول نحط ماء لمدة يومين. هذا غير وهذا غير، وقلنا حنا الوقاية خير من العلاج بأننا كل 30 يوم نخلي داخل الخزان ماء لمدة يومين ري بدون محاليل. بعد يومين من ري النباتات بالماء الصافي، بعدها إن شاء الله نغير جميع الماء اللي بنداخل نطلعه برا ونضيف محاليل جديدة، ويطبق بقية الأنظمة بنفس الطريقة هذه. باقي نقطتين لازم نذكر فيها. النقطة الأول، إذا صار شغلك وتغسيلك للأملاح غمر كامل، يجب أن الري يتوقف لمدة 24 ساعة إذا كان الأجواء عندنا لا تتعدى 40 درجة حرارة خارج المحمية، نوقف النظام يوم كامل بدون ري. أما إذا كان بدون غمر، يعني بس مجرد تركيب الماء داخل الخزان، يفضل أنك على طول يعني تسوي ري بدون، إذا كان ما في غمر عندك على طول تسوي ري، ما توقف الري أبدا نهائي. والأمر الثاني لازم نحن نذكر فيه اللي هو إذا كان في شخص عنده مثلا خزان 1000 لتر أو أزود، يجب أنه عليه أنه يعبي الخزان قبل ما يغمر النباتات بيوم واحد أساس أنه يطلع كلور، بحيث أنه يشتغل ويغمر اللي هو الوسط الزراعي أساس أنه تطلع منه الأملاح المترسبة داخل. الآن هذا حال النبات بعد خلال 24 ساعة من غسيل جميع الأنظمة بالغمر. يعني أنا كنت أول أمس كنت بزين 2 أو 3 من الأنظمة بس غمر، جيت وجزمت وغمرت كل النباتات غسلتهم تغسيل كامل غمر، ما في كله، خليها الماء داخل الدش بكت حتى يطلع علي الماء من فوق،
وانتقل اللي بعده. الآن حال النبات أفضل مما كانت أول ولا بالفرق. شوف حال النبات شلون طريقته. شوف حال النبات كله انتعش الحمد لله، كله حتى النباتات كلها، يعني فرق واجد، يعني عن أمس عن اليوم فرق واجد. بدأ ظهور التزهير مباشرة، البذور الصغيرة انتعشت وطلعت، يعني انتعاش أكثر منها. شوف الجحة كانت يعني متواهقة على قولتنا، لا هي باللي طالعة ولا هي اللي ماتت. عقب ما ريحت الأملاح سبحان الله العظيم انطلقت. حتى البذيجان شوف الحين تقريبا 10 سنتي أو 5 سنتي كله جديد من أمس، فرق عن أمس. كذلك بعد برضو البذيجان هذا والبامية والطماط كذا كذلك. الطريقة اللي سويتها أنا وقفت النظام 24 ساعة من أمس، من يوم حطيت الماء وغسلت التربة وقفت الري لم يشغله 24 ساعة. كل الخزانات بما أني سويت غمر خليت الخزانات كلها ماء فقط بدون أي مغذيات لمدة يومين، بعدها إن شاء الله أطلع جميع المياه اللي قبل وأضيف المحاليل الجديدة. بهذه الطريقة إن شاء الله بإذن الله تشوفون نباتات سليمة 100% بدون أي مشاكل وبدون أي توقف نمو، وحتى بدون تساقط زهور أو تعفن بعض الزهور.